والمتظاهرين يا كيف؟ سيد في الشيخ، إذا سألوا اليوم المتظاهرين والمتظاهرين طلبوا مطالبهم من ينفذها؟ نحن عندنا مشكلة بالتنفيذ يا سيد العزيز، يعني ما هي المشكلة؟ المشكلة يا ست هيفاء، المشكلة مو بالتنفيذ، المشكلة بعدم الفهم وإدراك رؤية المجتمع والشارع. اليوم المجتمع وهي القاعدة الجماهيرية للأحزاب اللي متحكمة بالسلطة والدولة بالعموم، بعد أن وضعوا أسس المحاصصة واستلم الأخوة الشيعة الحكم والدوائر التنفيذية بأغلبها، اليوم هم يتحملون وزر كل ما يحصل لأبناء مجتمعهم. يعني كل الأحزاب الشيعية اللي هي موجودة في السلطة وموجودة في الأجهزة الأمنية وموجودة في بقية الفصائل وغيرها، هي من تتحمل مسؤولية ما يحدث، هي من تقتل. نعم هناك فصائل انضوت تحت مسميات اللي اخترق الشرطة الاتحادية أو اللي دخل من ضمن الأجهزة الأمنية الأخرى، هناك توجيهات من قبل أحزابهم لقمع هذه المظاهرات وقتل أبناء العراق. أنا أستغرب والغريب بالأمر أنه يعني، والسؤال إلى السيد النائب الدبي كشيخ من هذه المحافظة وكممثل عنهم في البرلمان العراقي، إذا لم يستطع أن يقابل رئيس الوزراء هناك أدوات أخرى ممكن أن تجبر رئيس الوزراء لمقابلة وسماع مطالب أبناء الناصرية، بالاعتصام مع أبناء الناصرية في الساحات، بالذهاب إلى موقع الحدث والوقوف مع أبناء المحافظة الذين دعموكم ورشحوكم، هذول أبنائكم كأبناء عشائر أو كأبناء المحافظة. الخطاب يختلف يعني في